اختتمت أعمال مؤتمر البحرين للتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة الذي استضاف الناشطين الرائدين في العالم في مجال الخدمات المالية لمشاركة معرفتهم ورؤيتهم لمستقبل هذه الصناعة. هذا وعرضت الشركات من مختلف دول العالم رؤيتها حول أحدث حلول التكنولوجيا المالية وأحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة العملات المشفرة. في إطار حرص مملكة البحرين على نشر الوعي والثقافة بالتكنولوجيا المالية، استضافت قمة فينتك أند كريبتو، وتهدف هذه القمة إلى نشر الطرق الآمنة للاستثمار في التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. طبعا المهم جدا نكون موجودين في البحرين، وخاصة أنه هذه واحدة من المشاركات الأولى تقريبا اللي عم بتكون، ويعني دائما من المهم أنه نكون على تواصل مع الناس المهتمين في الاستثمار وفي التداول، لأنه على طول بده يكون عندك شوي مثل قرب لهم لحتى شوفي عندهم أسئلة، شوفي عندهم شكوك تكون عم تقدر تساعديهم فيها. عم نشوف وجوه جديدة في مختلف أعمار المهتمة في الاستثمار. نحن نعرف يعني بعد جائحة كورونا كان في اهتمام من كافة فئات العمرية في الاستثمار والتداول. من المهم جدا على كل الأشخاص المهتمين والحبين أن يكونوا عم يستثمروا ويداولوا يكونوا عم بيعرفوا الوجهة الصحيحة، عم بيقوموا بالدراسات المضبوطة. مملكة البحرين هي سباقة طبعا لإدخال الفنتك والكريبتو على المنطقة، وكثير مهم أنه نجمع الخبرات من مختلف أماكن العالم وبالذات المنطقة العربية والخليج بمكان واحد، لأنه الجانب التعليمي كثير مهم. لازم نعلم الناس موضوع الكريبتو، موضوع الفنتك، هذا موضوع صاعد، فلازم الناس يكون عندها education، يكون عندها لقاءات متكررة مثل هذه اللقاءات. شارك في القمة عدد من الخبراء من 20 دولة حول العالم، فمملكة البحرين تسعى لأن تكون المركز الإقليمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. احنا سعداء جدا انه يكون البحرين او مملكة البحرين من اوائل الدول العربية التي تواكب هذا التطور على المستوى العالمي، وهذا شيء جميل جدا. يعني انا صدقا يعني وجودنا هون كان تواجد جدا مثمر. شاركتي في فينتك اند كريبتو بالعكس كانت مشاركة رائعة جدا. نفس هذه المعارض بتنمي مجال الكريبتو والتكنولوجيا المالية في مملكة البحرين. تلعب القمة دورا في نشر ثقافة البلوكتشين ونشر أساليب البرمجة الحديثة في هذا المجال، مما يجذب الاستثمارات الكبيرة في قطاع التقنية المالية من مختلف دول العالم. يأتي مؤتمر فينتك اند كريبتو ليجمع بين خبراء ورواد العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. ريم جناحي لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.